أمس عندي بتمشي من الصبح من الساعة 7 بتضل على الساعة للمغرب 6:30 زي بيتي. معكم دكتور أحمد صبحي أبو خليل، مؤسس عيادات أكوا دنتل. أنا وزوجتي الدكتورة صفاء مصباح البحيصي. جذبني الموقع مع طلته وبهرت فيه. أول ما شفت الإعلان رنيت تلفون، رد علي البشمهندس إسماعيل السعودي. تبني لحالي، ما كان عنده اجتماعات وما كان في عنده حدا يعكر صفوة الديل. لو صار بقال من 6 شهور كنت نائل ومظبط أموري، ويمكن بيوم نقلت حتى. بس أنت بتعرف لوجستية النقل بتأخذ منك وقت. واحدة من الخيارات اللي كانت جذبتني هون إنه أنا عندي كراجات مستقلة لإلي، بقدر أستغني عنها وأعطيها لزبايني، ما عندي مشكلة، أو لمراجعيني. قلت لها عمارات عم بتضيق بمساحة المكتب. أنا مكتبي ارتفاعه 3.30 متر. لما شفت المكتب 3.30 متر هذا إشي فخم ما بتلاقيه. أنت ما بتعامل مع ناس ماديين، خذوها مني قاعدة. وأنا متفائل بالسعودي إنه راح تلاقوه بأعلى المراتب.